سمعت عن زياده تعرفه الميه؟ اه حضرتك سمعت عنها. وانت كمحل عصير كل اعتمادك عن الميه، ناوي ترشد استهلاكك؟ والله انا بعمل على قد ما اقدر ان انا احاول اوفر من الميه على قد ما اقدر، يعني ما فيش ميه استهلكها بره، غسل كوبايه، غسل مكانتي، غسل ارضيتي بس فقط، لكن اكتر من كده ما بعملش، بحاول على قد ما اقدر يعني عشان بس احاول اوفر في الاستهلاك. استهلاكنا على حسب الحاجه بس، يعني احنا على حسب لازم ننظف الارضيه، بنجيب جرد الميه او سطل ميه بنرش قدام المحل ننظف بيه الارضيه مره او مرتين في اليوم على حسب الحاجه عشان الزبائن اللي داخل، كمان غسيل الصحون، كمان غسيل الاطباق، تنظيف المحل من جوه، الحاجات دي لازم استهلكها حاجات اجباري عشان خاطر ننظف ده محل اكل، لازم الحاجات تبقى نظيفه فيه على قد ما نقدر، احنا كده كده مش عايزين ندفع فلوس كتير، فعلى قد ما نقدر هنستهلك يعني على حسب الحاجه بس هنستهلك. سمعت عن زياده تعرفه الميه؟ لا ما عنديش فكره، ما حدش قال لسه. انت كصاحب قهوه كل اعتمادك عن الميه، ناوي ترشد استهلاكك ازاي؟ لا هو يعني لو الميه غليت وفي يعني زاد عن الميه عشان الواحد ما يكملش نفسه الطاقه، اعمل طرمبه معين وركب ماطوره ورايح دماغ. سمعت عن زياده سعر الميه؟ اه ان شاء الله سمعت. اه غير استعمال الميه او غير اسعار الزياده كده كده انا براشد الحمد لله، يعني لان الميه يعني حاجه من اساسات الحياه، ماشي وجعلنا من الماء كل شيء حي كما ذكر القران الكريم، ماشي وكمان نبهنا النبي عليه الصلاه والسلام لا تسرفوا حتى في الفضوء، في الوضوء لا تسرفوا في الوضوء وان كنتم على نهر. يعني انت بتستهلك المياه ازاي يوميا؟ لا اللي هو ممكن في الغسيل، في الغسيل مثلا ايه ممكن اغسل الصبح ممكن ايه ومره اخر النهار وخلاص.